حمزه بحزامين ما يعرف هاي المثل، هاي التحالفات السياسيه بعد. لا ما في شيء بعد. هناك تفاهمات ربما قريبه من اجل تشكيل حكومه؟ أنا أقول لك شيء واحد، نحن العراقيين تعودنا أن تكون في اللحظات الأخيرة الحل. قطعا سنصل إلى حل بما فيه مصلحة العراق ومصلحة العباد والبلاد إن شاء الله. سيكون هناك تحالف بينكم وبين الكتلة الصدرية مع سيد مقتدى لربما مستقبله وإنهاء الخلافات؟ نظام موجود بالتأكيد 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 سيكون هناك تحالفات، ونحن نسعى إلى هذه التحالفات من أجل لم الشمل والتوكل على الله والخدمة هذا الشعب العزيز والكريم الذي يستحق منا الكثير الكثير. هل ربما سيبقى سيد المالكي بعيدا عن التحالفات في ظل إصرار مقتدى الصدر على إبعاده؟ يا إحنا مو مسألة استبعاد طرف أو دون طرف، نحن نفكر بضرورة أن تكون هناك حكومة أغلبية سياسية حقيقية، فإذا أكو أغلبية سياسية حقيقية نحن نرحب بها، ولا يوجد لدينا مانع من أن يكون قسم في الموالاة وقسم في المعارضة، ونحن كإطار غير قابل للقسمة. سؤال أخير أسف جدا أنا أطلت، ستقوم بالمشاركة في تشكيل حكومة ولن تذهبون للمعارضة؟ ستكون هناك تفاهمات؟ لا سأكون أكون بشكل واضح، نحن كإطار ليس قابل للقسمة، إما نشارك جميعا وإما قد يكون مقاطعة جميعا.